دائرة المشتبه بهم تتوسع. شوف بالأرض جثة عم تشتعل، في ناس عم تطفيها، كان بعضه طيب وعم يتحرك. علاقة غرامية بين مغربية وضابط سوري على الأراضي اللبنانية تساهم في حل لغز تفجير المسجدين. ضابط بجهاز الأمن السياسي السوري وخط النار كان يجي على بيروت ويسهر بالمعامل تام. من نفذ انفجاري التقوى والسلام في الجزء الثالث والأخير مع رياض طوب. هناك منظومة أمنية مخابراتية سورية رفيعة المستوى. الاثنين 10:30 على الـ MTV.